بالنسبة لقانون المرافعات في البداية، يعني في مجموعة كده من المفاهيم العامة كلنا طبعا على علم وعلى دراية بيها، احنا مجرد بس هنذكر بيها. يعني احنا بنقول مثلا ايه هو قانون المرافعات، ليه الناس بتهتم بقانون المرافعات اهتمام كبير، ليه المحامين بيهتموا بيه، ليه القضاة بيهتموا بيه؟ اولا لان قانون المرافعات من القوانين اللي بتخلي الواحد ماشي في الشارع كئيب وعمال كده، عارف، ماشي يضرب الناس، كل الاجراءات بتاعته اجراءات معقدة وبتحتاج لفهم قوي. اغلب القواعد الاجرائيه بتتعلق بالنظام العام، يعني انت ممكن الدعوه بتاعتك تضيع لمجرد عدم احترام ميعاد، عدم احترام اجراء، ان انت ما خدتش بالك. حتى ان في اساتذه جامعات بيقعوا في الخطا ده. انت مثلا لما بتدرس القانون المدني بنقول ان القانون المدني ابو القوانين. ليه ابو القوانين؟ لان القانون المدني بينظم الحقوق الموضوعيه، بينظم الحقوق الموضوعيه اللي هي اصل وموطن العدل نفسه من حيث مضمونها ومن حيث فحواها. أما التشريعات الإجرائية اللي على رأسها قانون المرافعات فهو بينظم الطريق والأداة للوصول إلى الحق الموضوعي. يعني لو جينا كده من البداية علشان تعملها تسلسل منطقي وواضح هتقول إيه؟ هتقول إن أنت عندك حق، أسباب نشوء الحق، أسباب فقد الحق، أسباب اكتسابه، كل ما يطرأ على الحق هتلاقيه منظم في القانون المدني. إمتى بتروح المحكمة؟ لو الحق صاحب الحق، الحق بتاعه ده ساكن، لا يوجد اعتداء عليه، لا يريد أن يحافظ عليه، لم يحرك أحداً ساكناً للاعتداء عليه، إيه اللي هيخليه يروح المحكمة؟ مفيش حاجة هتخليه يروح المحكمة. أنت بتروح المحكمة لأن الحق بتاعك تم الاعتداء عليه، في عنصر الضرر. طب أنت ممكن تروح المحكمة من غير ما يحصل ويقع ضرر بالفعل على الحق بتاعك؟ آه، زي مثلا لما تروح ترفع دعوى صحة توقيع، انت عايز تروح المحكمة علشان تعد دليل في المستقبل اذا صار نزاع بمناسبة هذا الحق او بسببه. فبالتالي لما يبقى عندك حق، هذا الحق تم الاعتداء عليه، او انت عايز تحافظ على هذا الحق، ايه الوسيلة المتاحة؟ الوسيلة المتاحة ان انت بتروح المحكمة. بتروح المحكمة تعمل ايه؟ ترفع دعوى قضائية. طيب الدعوة القضائية اللي انت بترفعها قدام المحكمة بترفعها قدام انهي محكمة؟ يعني مثلا عندك مثلا واحد عايش في القاهرة، حب واحدة في اسكندرية، اتجوزوا في بورسعيد، راحوا يقضوا شهر العسل في شرم الشيخ، وهم ماشيين اتخانقوا في الغردقة، حب تروح ترفع عليه دعوة، ترفعها فين؟ في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في بورسعيد ولا في شرم الشيخ؟ ده اسم بنسميه الاختصاص. يعني انت النهاردة عندك دعوة قضائية، واحد مصري راح قاعد في انجلترا، عجبته واحدة كده من الجماعة اللي هناك دول، صح كده؟ زي ما عجبتك كده بالظبط، فاتجوزوا والدنيا تمام وزي الفل، راحوا قعدوا في فرنسا كام شهر، بعد كده اتخانقوا مع بعض في اسبانيا، طلقها في روسيا وهو اصلا مصري. نحدد الاختصاص على اساس ايه؟ يرفع الدعوة فين او هي ترفع الدعوة فين؟ دي اسمها قواعد الاختصاص. ايه هي قواعد الاختصاص؟ ان انا اقدر احدد المحكمة المختصة سواء كان اطراف الدعوة نفسهم داخل جمهورية مصر العربية او في احد اطراف الدعوة اجنبي، او موضوع الدعوة في عنصر اجنبي، او سبب الدعوة في عنصر اجنبي. ده بنسميه الاختصاص. الاختصاص تعتبر من ادق الموضوعات في قانون المرافعات. تم الاعتداء على الحق او انت عايز تحافظ على الحق بتاعك، فبتضطر تروح المحكمة. اول حاجة بتروح فيها المحكمة بتروح ترفع دعوى قضائية. اول حاجة لازم تكون عارفها المحكمة المختصة، لازم تكون عارف المحكمة الايه؟ المختصة. الفقه التقليدي زمان كان يقول لك ايه؟ يقول لك الحق والدعوة شيء واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي حق، لو تم الاعتداء عليه اصبح لي دعوة. الدعوة مش امر مستقل تماما عن الحق. مع تطور الفقه الحديث والنظريات والتطور اللي موجود في القانون وفي غيره من المجالات وتشابك المنازعات ودوليتها، الفقه الحديث قال لا، الدعوة أمر مستقل تماما عن الحق. سبب نشأة الحق قد يكون نص القانون، الإرادة المنفردة، قد يكون اتفاق الأطراف، قد يكون أحد العقود، لكن الدعوة سببها بيكون الاعتداء على هذا الحق.
فبالتالي انت لازم منطقيا كده لما بترتب الاوراق بتاعتك بتقول ان انت عندك حق تم الاعتداء عليه. اللي بينظم الحق الموضوعي هو القانون المدني، عشان كده احنا بنقول القانون المدني ابو القوانين. طيب انت عايز ترفع دعوه، الدعوه دي هترفعها قدام محكمه مختصه. بعد ما بترفعها قدام محكمه مختصه بتمر بمجموعه من الاجراءات، مجموعه الاجراءات دي بنسميها الخصومه القضائيه، بنسميها الخصومه القضائيه. خلي بالك، ركز معايا الجماعه اللي فوق، بقى عندي دعوه وبقى عندي خصومه. ايه؟ خصومه قضائيه. الدعوه طبيعي بتنتهي بحكم قضائي، الدعوة انتهت بحكم قضائي، بقى عندي حكم، بقى عندي ثلاث حاجات، عندي دعوة ليها أحكام وشروط، عندي خصومة قضائية اللي هي مجموعة الإجراءات القانونية التي تتم في الدعوة بمجرد رفعها، اللي بنسميها في القانون المطالبة القضائية. المطالبة القضائية بترتب آثار مع أول إجراء حتى صدور الحكم، بنسميها الخصومة القضائية. الخصومة القضائية ليها أحكام، قد تسقط الخصومة القضائية وتبقى الدعوة، قد تترك الخصومة القضائية وتبقى الدعوة. إذن عندي دعوة، عندي خصومة قضائية، عندي حكم قضائي. الحكم مش على هواك، ما جاش على مزاجك، اتحكم، كنت طالب ثلاث طلبات في الدعوة، اتحكم لك بطلب واحد. عايز تصحح الحكم ده، الحكم صحيح، حكم صادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا لقانون المرافعات، الوسيلة المتاحة ان انت بتطعن على الحكم ده. انت بتطعن على مين؟ على الحكم، بطرق الطعن المحددة قانون. وزي ما احنا كلنا عارفين ان عندنا طرق عادية وطرق غير عادية. نفترض ان انت سلكت طريق الطعن بالاستئناف، لما بيصدر الحكم من محكمة الاستئناف بنسميه حكم نهائي. بنسميه حكم ايه؟ حكم نهائي، حائز لقوة الأمر المقضي. خلاص كده انتهت درجات التقاضي، انتهت درجات التقاضي. ملخص اللي فات، هنقول في مبدأ مهم جدا في قانون المرافعات. خلي بالك المبدأ ده في دعاوى كتير جدا بيتم خسارتها بسببه أو بيتم كسبها بسببه، اسمه مبدأ التقاضي على درجتين. مبدأ التقاضي على درجتين، المشرع المصري أقر التقاضي في مصر على درجتين، درجة أولى ودرجة تانية. لما نيجي نتكلم عن الاختصاص، هنقول ان احنا عندنا اربع انواع من الاختصاص. اول حاجة اسمها اختصاص ولائي. خلي بالك، اختصاص ولائي كل ما هو متعلق بالنظام العام في قانون المرافعات امسك فيه على طول. اي دعوة قدامك امسك فيها، اول حاجة تمسك فيها قبل ما تتكلم في الموضوع هي الاجراءات. شوف الاجراءات بتاعتك سليمة ولا غير سليمة، صحيحة ولا غير صحيحة. انت ممكن ما تتكلمش في موضوع الدعوة اصلا. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب الاجراءات. عشان كده احنا بنقول ان قانون المرافعات، قانون المرافعات قانون اجرائي، او بنسميه الشريعة الاجرائية العامة. يعني ايه قانون اجرائي؟ هو بينظم مسائل موضوعية، ولكن الاصل فيه انه شريعة اجرائية، لا ينظم لنفسه فقط، إنما ينظم لنفسه ولغيره من القوانين. لو عندك قانون زي قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال، بينظم مجموعة إجراءات لمجموعة دعاوى أو لمجموعة إجراءات في الخصومة أو للأحكام، وقع منه نص، طب أعمل إيه؟ عندي الخصومات المتعلقة بالإداري، وقع مني نص، وقع مني إجراء، أعمل إيه؟ بتجري على طول على قانون الايه؟ قانون المرافعات، لان قانون المرافعات هو اللي بيحدد لك كافة الاجراءات. كل الاجراءات اللي ممكن تتخيلها موجودة في قانون المرافعات. ما يبقى عندي قانون خاص زي قانون الاجراءات الجنائية بينظم الدعاوى الجنائية والاحكام وكل ما يخص القضاء الجنائي. القضاء الجنائي القانون الاجراءات الجنائي وقع منه نص، في اجراء مش عارف الاقي ايه، اعمل ايه؟ اروح على طول لمين؟ لقانون ايه؟ لقانون المرافعات. عندي احكام البطلان، هتلاقي قانون المرافعات منظم احكام البطلان. الكلام ده نص عليه القانون في المادة 3. يعني المادة 3 من قانون المرافعات بتقول ايه؟ لا تقبل الدعوة، كما لا يقبل اي طلب او دفع وفقا لاحكام هذا القانون اللي هو قانون المرافعات، او لاي قانون اخر. يعني هو بينظم نفسه وبينظم القوانين الايه؟ القوانين الاخرى. اول حاجة بيعملها اي محامي لازم يبص على الإجراءات. أول حاجة في الإجراءات تمسك فيها هو الاختصاص.
الاختصاص من المسائل المعقدة، من المسائل المتشابكة، من المسائل اللي القضاة نفسهم بيخطئوا فيها، مش علشان هم ضعاف، علشان المسائل دي مسائل معقدة. احنا هنقول بس الاختصاص كده سريعا علشان نحل المشكلة ما بين الاتنين اللي ضربوا بعض في شرم الشيخ دول، عشان خاطر ايه نشوفها ترفع الدعوة فيه. في حاجة اسمها اختصاص ولائي. اختصاص ايه؟ ولائي. انا النهاردة رحت قدام المحكمة رفعت دعوة، رفعت دعوة قدام الايه؟ قدام المحكمة. انهي محكمة؟ يعني ايه محكمة؟ المحاكم عندنا في مصر، جهات التقاضي، عندنا حاجة اسمها القضاء العادي والقضاء الإداري. القضاء العادي بيحمل او بينظم القضاء المدني والقضاء الجنائي. يعني القضاء الجنائي ده بيدخل تحت طائفة القضاء العادي؟ بيدخل تحت طائفة القضاء العادي. وعندنا القضاء الإداري او بنقول عليه مجلس الدولة. يبقى اصبح عندنا قضاء عادي اللي هو قضاء المدني والقضاء الجنائي، وعندنا القضاء الايه؟ القضاء الإداري. انا عندي دعوة قضائية عايز اروح ارفعها. طب انت راح ترفع الدعوة ليه؟ لان الحق بتاعك تم الاعتداء عليه، وقع ضرر على هذا الحق. دي نقطة. النقطة الثانية، نفترض لم يقع عليك ضرر، انت اردت ان تحافظ على حق قد يتم الاعتداء عليه في المستقبل، طب تروح ترفع دعوة قدام الايه؟ قدام المحكمة. اول حاجة بتصطدم بيها ان انا عايز احدد المحكمة الايه؟ المحكمة المختصة. باول حاجة اروح القضاء العادي اللي هو القضاء المدني او الجنائي، ولا اروح القضاء الاداري؟ عشان كده عندنا حاجة اسمها الاختصاص الولائي. ما بين قوسين كده اسمه الاختصاص الوظيفي. اول حاجة عايزك تعرفها ان الاختصاص الولائي متعلق بالنظام العام. متعلق بايه؟ بالنظام العام. رحت رفعت الدعوة قدام القضاء المدني، تمام، راح خصمك رفع الدعوة، نفس الدعوة قدام القضاء الاداري، بقى عندنا دعوتين قدام ايه؟ واحدة قدام القضاء المدني، واحدة قدام القضاء الايه؟ الاداري. نفس الخصوم بنفس الموضوع بنفس السبب. دي هيمشي في اجراءاته وده هيمشي في اجراءاته. مين اللي يحل لنا الازمة دي؟ اللي يحل لنا الازمة دي المحكمة الدستورية العليا. طب الازمة هتيجي منين؟ انت رحت رفعت دعوة قدام القضاء المدني، قال لك انا مش مختص، اتكل على الله امشي. رحت قدام القضاء الاداري، قال لك انا غير ايه؟ انا غير مختص، اتكل على الله ايه؟ امشي. طب انا اروح فين؟ انت تعرف ان في حاجة اسمها ان القضاء لو امتنع عن نظر الدعوة والحكم فيها يكون مرتكبا لانكار العدالة، جريمة انكار العدالة، لابد من القضاء اللي هو تطبيق المبدأ مجانية القضاء، لابد ان يفصل في الدعوة. ده بنسميه ايه؟ بنسميه تنازع سلبي. بنسميه تنازع ايه؟ تنازع سلبي. لا ده عايز يحكم ولا ده عايز ايه؟ يحكم. تروح المحكمة الدستورية العليا تحدد لك الجهة الايه؟ المختصة. طب رحت قدام القضاء المدني، قال لك انا مختص وبدأ ينظر الدعوة. ورحت قدام القضاء الاداري، قال لك انا ايه؟ انا مختص وبدأ ينظر الايه؟ الدعوة. طبعا زي الحاجة المشهورة بتاع قضية ران وصنافير، لما القضاء الاداري حكم وبعد كده راحت رفع الدعوة امام القضاء المستعجل، يعني بدون الدخول التفاصيل في الجزئية دي، ده قال لك انا مختص وده قال لك انا مختص. طب ما انا هصطدم بعد كده ان انا عندي حكم صادر من القضاء المدني وحكم صادر من القضاء الاداري. لا، قبل ما نوصل لمرحلة الحكم بتروح للمحكمة الدستورية العليا. ده اسمه تنازع ايه؟ تنازع ايجابي. يبقى عندنا تنازع سلبي ان كل جهة بتقول انا مش مختصة، وتنازع ايجابي كل جهة بتقول انا ايه؟ انا مختص. المحكمة الدستورية توقف الدعوة هنا وهنا لحد ما تحكم انهي جهة ايه؟ انهي جهة مختصة. طبعا في الفترة الاخيرة مجلس الدولة بدأ يتوسع شوية وياخد اختصاصات ايه؟ اختصاصات كتير، عشان موضوع القضاء الموحد اكيد كلكم سمعتوا عنه، عايزين يحولوا مجلس الدولة لدوائر في القضاء العادي، باعتبار ان القضاء العادي زي زمان كده. طبعا سيادة النقيب يعني قبل ما ينشئوا مجلس الدولة خالص سنة 46 كانت عبارة عن دوائر في القضاء العادي، باعتبار ان القضاء العادي هو الاصل. طب نفترض ان المحكمة هنا كملت في القضاء المدني، والمحكمة هنا ايه؟ المحكمة هنا كملت وصدر عندي حكمين، صدر عندي ايه؟ حكمين. رحت انفذ لقيت عندي تنازع في تنفيذ حكمين، خلي بالك، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، قضاء مدني وقضاء ايه؟ اداري. بقى عندي حكمين عايز انفذ واحد فيهم، اعمل ايه؟ اروح برضو للمحكمة الايه؟ الدستورية، ارفع دعوة توقف لي تنفيذ الحكمين
لحد ما تقول أيهما إيه؟ أيهما ينفذ. ده اسمه الاختصاص الوظيفي أو الاختصاص الإيه؟ الولائي، وده متعلق بالنظام العام.